اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة دستني 2. اليوم بنشوف اول سوبر من السوبرات الجديدة اللي هي ستيسي، هنستعرض للورلك. طبعا هو بنجي نزل للورلك، ان شاء الله بنشوف المقطع السينمائي وبعد كده بشرح لكم السوبر كما هو موجود في الموقع حق بنجي. طيب نحن نروح لموقع بنجي ونشوف السوبر كيف شغال هناك. طبعا هذه صورة السوبر مسمينه شيد بندر مسمينه. طيب هنا بيستعرضون العصاية والستافة اللي هنا اللي حتكون معك، هي اساس كل شيء اللي انت بتشتغل به تقريبا. فبيقول لك انه هذه العصاية والستافة والشيد بندر جاي من الداركنس، لاحظين من الداركس، يعني هذه القوة جايبينها من الداركنس. ثاني شيء هنا كمان بيقول لك طبعا انه العصاية بتسوي زي الموجة كده بتجمد كل الانمي اللي حوالينا، وهنا في المنطقة هذه اللي هنا بيقول لك بيطلع زي البروجكتال. البروجكتال هي زي الطلقات او بيطلع زي الرصاص او بيطلع كرات ثلجية، يقول لك لو يعني اصابت الهدف راح تتفجر وتجمد على طول الناس او الشيء اللي حوالينا او الانمي اللي حوالينا، الناس اللي هم مثلا الجاردن لو انك تلعب في كروسبول. هنا شكله السوبر لما انت تشغله شكلك كده حيكون متجمد زي ما انت شايفين كده. عندنا هنا المهم، طبعا هنا هذا الشكل السوبرات الجديدة بهذه الطريقة. طبعا هذا عندك السوبر اللي هو الشيد بندر، وانا في البداية قريته شارد بندر، طيب شيد بندر. فعندنا هنا شوف شايفين هنا الريفت وهنا النطة، وهنا شكل واحد فيهم يا الجرانيد واحد فيهم الميلي، حلو. وهنا في الاسبكت وفي عندنا الفراجمنت، هذه الشيئين كمان مهمة، الاشياء الجديدة اللي عندنا. في شيء عجبني وشيء ما عجبني، يعني ان شاء الله الحين بوري لكم اياه. عندنا هنا الاسبكت اللي هنا بيقول لك لو فكيت الريفت، اقرا هنا معاي، لو فكيت الريفت راح يسوي زي الموجه كده تخلي اللي حوالينك او حوالين الريفت يتجمدوا. هذه ممكن تكون حلوه كده تفك ازمات، فانت مدينك تركب اثنين زي ما انت شايفين. هذه كويسه ما فيها اي مشاكل، انا معاها 100%. الثانيه شويه الفراجمنت كده يعني، وبعدين شايف انا فيها انقاط، هنا في نقطة، في نقطتين، نقطتين، هذه ما عليها نقطة، هذه ما عليها، هنا شوف كم نقطة في عندنا، شايفين في عندنا هنا 6 نقاط. فهل في عدد ليمت معين اقدر اركب فيه الاشياء دي؟ الان مو واضح. نيجي للفراجمنتس. الفراجمنتس الشيء اللي ما عجبني انه بديك شيء بالسالب، يعني هنا بينقص لك الانتلكت اللي بيشحن لك السوبر، وبنقص لك كمان 10 اللي يشحن لك الجرانيت زي ما انت شايفين. انا في العاب فاشله في الشيء ده وفشلت، زي عندك ديفيجن في البدايه كانوا منزلين شيء يعني شيء بالزايد وشيء بالناقص، زي الحكايه هذه اللي هنا، وبعدين فشلت فلغوا الناقص وقللوا من الزايد شيء بسيط، يعني بدل ما كان يعطيك 30 زايد خلوه 20 وشالوا الناقص. انا اتمنى بنجي انهم ما يمشوا الخطوه دي وانهم يتداركوها قدام، لانه صراحه هذه مزعجه جدا. انا يعني ممكن انا بسوي ابني بلدي على الجرانيت فحيتعبني شويه، او ابني بلدي على اللي هو الريكفري، او ابني على الموبيليتي، فهذه الاشياء كلها حتاثر على البلد حقي. فانا اشوفها ما لي هدف صراحه، ايش في يعني خايف يعني الجاردن يكون اقوي، اديهم شويه خلي الناس تلعب، خلي الناس تصير شوية أقوية. فهنا باين إنه في 4، ملاحظين في عندك تركب 4 فراجمنت
بيقول لك الفراجمنت هذا اللي هنا او الشيء هذا اللي انت حتركبه، يقول لك لو دبحت اي انمي فروزن يعني متجمد او متثلج راح يشحل لك السوبر حقك، راح يديك يعني مش حلكه بالكامل طبعا، لكن ايش بيشحل لك شويه من السوبر حقك اعلى من المعتاد. ولكن انا ما ادري انت ايش رايكم معايا، المفروض ان هذه ما تكون فيه ولا تكون فيه كده امورها تمام؟ طب هنا اوكي بيشحل لك سوبر، يعني على الاقل كنت خليت بس انه سوبر، ليش دخلت الجرانيت؟ يعني اذا مره يعني بتكون عادل في الموضوع. فهنا انا شايف في اربع، ملاحظين هنا واحد اثنين وهذا الخيار الثالث اللي بيختار هو، وفي الخان الرابع. لو طلعنا فوق هنا في ثلاثة، انا هذا الشيء المستغرب منه، هنا في ثلاثة بس. وتاني شيء بيعتقد هذه بيقول لك هي خصوصا الاسبكت انه بتطيح وانت بتلعب مثلا، اعتقد هنا اللي تحت معليش خلينا نشوف هنا بكتبها، انه هي ممكن تطيح لك تذبح انمي معين. يعني اكيد في مهمات معينة نلعبها عشان هنا زينا، شوف يقول لك ساشك ستارت فيكس، يقول لك هنا نقدر ناخذ الاسبكت، في كريستال ناخذها من الفيكس يعني من الفولين، فولين ارم يعني يد الفولين، روبوتيك فولين ارم يعني اليد حقت الفولين الروبوتيك، الروبوتيك اللي زي تانيكس وكذا يعني شكلهم حقهم بوسات، يعني لازم تلعب ضد بوس وتذبحه عشان تاخذ الاسبكت. انت معايا في الشيء ده؟ اعتقد يعني لعيبة دستني قدام حيكونوا معايا مؤيدين في الشيء ده، لأن الروبوتيك ارم الفولين ارم هذه تجي للبوسات فقط، ما تجي للفولين الصغار، حتى الكريستالات حقت الفيكس هذه للانمي الكبار. فهذا هو انا يعني اعتقادي انه حيكون في ايفنت او في يعني زي مثلا عندنا الحين ايش في عندنا الايفنت اللي موجود في مون اللي فوق، او زي الاسكليشن يعني شيء زي كذا حينزله، او زي المناجري ممكن. طبعا اعتقد حتى الريت كمان ممكن يطيح منه الاشياء دي. فهذا هو تقريبا يعني انت تقدر تتحكم تركب الاشياء اللي انت تبغاها. هنا في عندك اربعة او ثلاثة، وهنا في الاسبكت في اثنين، فما ادري هل تزيد هنا الاعداد، هنا تنقص تزيد، للان ما هو واضح الى ما ينزل سبات. ولكن هي شوف هي فكرة حلوة انك انت تركب الشيء اللي انت تبغاه، بس اللي مو عاجبني زي ما قلت لكم هذه الاشياء اللي بالناقص. هنا بس بيستعرض لك كذا السوبر، صور مجرد صور، وانا كيف تستخدم الستاف والعصايا حقتك، حاسه كده مونكي كينج مع عصايا، ايش رايكم؟ بس طيب تمنياتي لكم بيوم سعيد، نشوفكم مقطع جديد باذن الله، وان شاء الله لو نزلوا للو والباقي الهنتر وباقي التايتن احاول ان الاثنين اجمع لكم في مقطع واحد. تمنياتي لكم بيوم سعيد، نشوفكم مقطع جديد باذن الله، مع السلامه.